السلام عليكم يا شباب، النهاردة أول درس من دروس الأوتوكاد. وأنا مقسم لكم شرح الأوتوكاد لثلاث فيديوهات، فيديو للبيزك وفيديو للأدفانسد وفيديو تالت تطبيق للشرح اللي احنا هنشرحه، أو هناخد فيه بلان كاملة نطبق فيها الكلام اللي احنا شرحناه. دي أيقونة الكاد، كاد 2016. لو ضغطنا عليها كده هتظهر لنا الانترفيس دي. كل اللي انا عايزك تعرفه من الانترفيس دي ان الريسن فايل دي الفايلات اللي فتحتها قبل كده. لو فتحت فايل 2 3 هتلاقيهم هنا، ودي ستارت دروينج، دي صفحة الرسم بتاعتنا. ممكن نضغط عليها من هنا، وممكن من خلال الزائد دي نضغط عليها هتجيب لنا صفحة الرسم بتاعتنا اللي هنشرح فيها. تعالوا نتعرف بسرعة على اعدادات الصفحة واللي من خلالها اقدر اغير او اظبط في الورك سبيس بتاعتنا دي. في 3 حاجات عايزك تبقى عارفهم كويس جدا. اول حاجة وهي الريبون، ده اسمه ريبون، draw modify annotation layers وهكذا. جوه الريبونز دي في شويه تابات، جوه التابز في شويه بانل، جوه البانل في شويه ادوات، دي اللي بنقدر نشتغل من خلالها على الصفحه بتاعتنا او على الكاد. يعني لو بصينا على البانلز بتاعت الرسم دي درو، هنلاقي الادوات بتاعتها اهي، لاين وبولي لاين وسيركل وهكذا. البانلز بتاع الموديفاي الادوات بتاعتها اهي، تحت اللايرز الانوتيشن وهكذا. هنشوف الكلام ده كله. تاني حاجه لازم تبقى عارفها ايه المنيو بار ده، واللي مش موجود عنده من خلال السهم ده. انا طبعا عشان موجود عندي فموجود هايد منيو بار. اللي مش موجوده عنده زي كده هيضغط على السهم هيلاقيها كده، شاو منيو بار، هيظهر عنده المنيو بار ده اللي هو فيه هوم وانسيرت وانوتيت وكل الحاجات دي. تالت واهم حاجه لازم تبقى عارفها هي الكوماند لاين ده. الكوماند لاين ده اللي انا بكتب له انا عايز ايه من البرنامج، عايز انفذ امر ايه، بكتبها له هنا، وهو بيقول لي انت تعمل ايه علشان انفذ لك الامر ده. هنشوف برضو، بس الاول انا ممكن احرك الكوماند لاين ده زي ما انا عايز، هنا زي ما انا حابب. ممكن اشيله خالص وارجعه ازاي، كنترول زائد 9 هيرجع، كنترول زائد 9 اشيله وهكذا. جميل. في حاجه تاني، الاعدادات بتاعت البرنامج. لو جيت هنا وكتبت في اي مكان او بي اختصار لاوبشن، ممكن اجيبها كمان من هنا س اوبشن، ممكن اضغط كليك يمين واختار اوبشن، اي حاجه من الثلاثه دول. اول حاجه الديسبلاي، جوه الديسبلاي في حاجه اسمها الكالر سين. الكالر سين لون الستايل او الباك جراوند اللي عند الريبو. ممكن اخليه ابيض، شوف كده ايه اللي اتغير، اللون هنا اللي عند الريبو بقى ابيض، او زي ما انا حابب كده دارك. في كمان الكالرز، اغير لون ورقه العمل بتاعتي، ورقه الرسم بتاعتي او الورك سبيس بتاعي. ممكن اخليها اللون ده، ممكن اخليها ابيض. ابلاي، بقت لون الصفحه بيضاء. انا هرجعها تاني، دارك او بلاك.
في ايه تاني؟ open and save. open and save دي دايما اخلي الاصدار اللي انا ينفع ان افتح البرنامج عليه اقل حاجة. يعني فتحت open and save دي عند save as سيف لي على فيرجن 2007 اقل حاجة تقابلها، علشان لما اجي افتح انا شغال على كاد 2016، لو جيت افتح البرنامج بتاعي او الورك سبيس بتاعتي اللي انا عملتها على جهاز بيدعم فيرجن مثلا او الفيرجن اللي المفروض على الجهاز 2000 اقل من 2016 مش هيفتح. فانا اسيف على اقل حاجة، اقل فيرجن عندي. تمام. في حاجة تانية اسمها اوتوماتيك سيف، يعني سيف لي الشغل بتاعي كل قد ايه، هي هنا كل 5 دقايق، ممكن اخليها كل 10 دقايق، كل 5 دقايق، كل 3 دقايق، زي ما انا حابب يعني، علشان لو حصل اي عارض انقطاع في الكهرباء ولا حاجة الشغل بتاعي ما يضيعش ويسيفولي. في تاني في اوبشن في الكروس هير، كروس هير من هنا اللي هو علامة زائد او المؤشر بتاعي اللي بشتغل بيه، ممكن اكبره كده خليه 25 واتفر 30 مثلا، خليه 25 ابلاي. اوكي، لاحظ السهم بتاعي بقى ممكن اكبره اكتر اخليه 45 زي ما انت حابب تشتغل. انا هرجعه تاني على 5 مثلا، اقول له ابلاي. في حاجة تانية اسمها سيليكشن. سيليكشن بناخد منها ايه؟ في دايما بشيل اللي تشيك اللي على allow press and drag for lasso. لو انا مش شلتهاش، بصوا لو جيت ارسم هنا، بصوا الماوس او المؤشر بتاعي بيتحرك ازاي بشكل عشوائي، ده ما ينفعش في الشغل. فانا بشيل اللي تشيك اللي على allow press and drag for lasso. ده كل اللي ممكن تعرفه في اوبشن او يساعدك انك تشتغل يعني. تعالوا ناخد اول امر في اوامر الرسم وهو امر الاي. لو جيت عند البانل بتاع الدرو دي وضغطت على لاين او اكتب ال وانتر هيبدا يرسم معايا في امر الاي. دايما نبص على الكوماند لاين بتقول لك ايه، سبيسفاي فيرست بوينت، يعني حدد لي اول نقطه. انا لو جيت عملت كده وقفت شلت ايدي من على الماوس بيقول لي ايه الكوماند لاين، سبيسفاي نيكست بوينت، حدد تاني نقطه. احنا متفقين ان الكوماند لاين ده بيكلمك. فانا هروح عامل كده برضو سبيسفاي نيكست بوينت لحد ما اخلص. هضغط على مفتاح اسكيب او مسطره يبقى انتهى من الامر بتاعي. طيب ينفع ان انا ارسم الخط بتاعي بمعلوميه الطول؟ هحدد واكتب مثلا عايز خط طوله 15 سنتي، هكتب 15 كده اقول له انت رسم لي خط طوله 15 سنتي. هنا 10 فهو حدد لي الخط. تاني حاجة البولي لاين. البولي لاين ايه الفرق بين اللاين والبولي لاين؟ اللاين زي ما احنا رسمين كده دي مجموعة خطوط منفصلة، يعني الخط ده غير الخط ده غير الخط ده. اما البولي لاين لو جيت ارسم كده وعملت كده كده
كده ده خط واحد خط واحد لو جيت سلكت عليهم كده ايه اللي حصل هو بمجرد ما لمست الخط اللي من تحت اللي هو البولي لاين حدده كله ودايما لما بحدد من اليمين للشمال من اليمين للشمال اللي هو الظل اللي لونه اخضر ده بيحدد لي اي حاجة المسها يعني المؤشر لو لمس الخط مجرد انه لمسه بس بيحدده كله اما لو جيت احدد من الشمال لليمين كده الظل اللي لونه ازرق لازم ادخل الحاجة اللي عايز احددها كلها جوه الظل اللي لونه ازرق يعني هنا ان ده خط منفصل فهو حدده لي كله اما علشان ده خط متصل فانا علشان احدده كله كان لازم اني ادخله جوه الظل تاني لو انا حابب اني احدد الخط بتاعي من اليمين للشمال وهيكون لون الظل اخضر لازم مش لازم ان ادخله كله جوه الظل هلمسه بس بمجرد ما لمسته حدد لي الخط بتاعي اما بالنسبة للبولي لاين لازم ادخله كله علشان ده خط لازم المسه هو دخله لي جوه الظل بتاعي النهارده هنكتفي بهذا القدر والدرس الجاي ان شاء الله هناخد رسم الدايره سيركل ورسم المستطيل الريكتانجل وشويه حاجات كده صغيرين وكده نبقى انتهينا من الفيديو البيزك بعدين هناخد فيديو الادفانسد وبعدين هناخد فيديو تاني تطبيق زي ما قلنا والى اللقاء في درس جديد